مرحبا بكم في القناة، ديروا جيم وابوني باش يوصلكم الجديد، ما تنساوش تضغطوا على الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كما كتشوفوا هذا واحد الراديو كارت ميموار USB. هانتوما كما كتشوفوا راديو كارت ميموار USB. هانتوما تشوفوا كارت ميموار USB. اذا حنا غادي نحاول نشوفوا هذا الراديو بعدا واش خدام ولا ما خدامش. اذا حنا غادي نديروه دابا في الضوء حيت هو راه اصلا ما خدامش. نعاودو نسيو ونشوفو النتيجه اشنو غادي يعطينا. اذا غادي نديروه في الضوء دابا ونشوفو واش تيشعل ولا ما تيشعلش. اذا حنا دابا هانتوما كما كتشوفو درناه في الضوء. هانتوما دابا حنا طلقناه دابا كما كتشوفوا هو ما كيخدمش، ما خدامش، ما تيشعل ما والو. اذا حنا غادي نضطروا اننا غادي نحلوا هذا الراديو ونشوفوا السبب ديالو شنو هو اللي ما كيخليش انه يشتغل. اذا تابعوا معايا واحد دورة على ما اننا غادي نحلوا هذا الراديو باش نشوفوا شنو هو العطب ديالو في هذه الحلقه هذه ديال الإصلاح. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما حلينا هذا الراديو كارت من ماريو USB. اذا كما كتلاحظوا معايا هنايا في هذا الكارطة هنايا ديال الدخله ديال الضوء انها محترقه كما كتشوفوا هانتوما محترقه. اذا احنا ما غاديش نقدروا اننا نصلحوا هذا الحريق لان احترقات بزاف هذوك لي ديود مع دوك البروسيسور ديالو محروق بزاف. اذا احنا غادي نضطروا اننا نشوفوا بعدا هذا الراديو واش باقي خدام بعدا ولا لا. اذا غادي نضطروا اننا نحتاجوا اننا غنجيبوا نشوفوا هذا الراديو بعدا اش من فئه كيحتاج انه باش يشتغل. اذا كما كتلاحظوا معايا ان هنا كاين بلاصه ساجور اللي بارك بيه ساجور على برا كما كتشوفوا. ها هو 5 فولت كما كتشوفوا هي مكتوبه هنا 5 فولت. اذا حنا غادي نحتاجوا واحد الشارجور من فئه 5 فولت باش نسييه ويكون فيه الفيش ديالو. اذا غادي نضطر ان نجيب واحد الشارجور عندي فيه تقريبا 5 فولت على ما اظن. اذا ها غادي نجيب دابا واحد الشارجور كما كتشوفوا. ها هو الشارجور. اذا كما كتشوفوا هذا الشارجور حتى هو فيه ها هو فيه 5 فولت. اذا هذا الشارجور صالح باش انني نسيي به هذا الراديو نشوف واش خدام ولا ما خدامش. اذا غادي نضطروا اننا نديرو في الضوء كما كتعرفوا دائما. اذا هانتوما كتشوفوا راه فيه هذاك الفيش تقريبا بحال الفيش ديالو. اذا غادي نديروه دابا في الضوء ونجربوا هذا الراديو نشوفوا كيفاش واش باقي خدام ولا لا.
اذا كما كتشوفوها هو شاعل، تشوف الراديو شاعل، اذا باقي خدام كما كتشوفوا. ها هو خدام الراديو كما كتشوفوا، خدام، اذا راه مزيان خدام ناضي. اذا بعد الراديو خدام، واخا بلاص الدخله ديال الضوء انها محترقه. اذا حنا ما نحتاجوش دابا اننا، فقط اننا نحتاج ديك كما كتشوفوا، نحتاج اننا غادي نعوضوا هذيك البلاكه المحترقه، باش نضطر اننا نعوضوها، نشوفوا واحد الحل بسيط. اذا كما كتشوفوا ان هذا الحل اللي غيكون ان هذه البلاكه اللي كتشوفوا انها محترقه، اذا حنا غادي نحتاج نعوضها بواحد البلاكه، وهاد البلاكه هذه ديال غادي تكون ديال سارجور. اذا غادي نحتاج اننا نجيب واحد السارجور من فئه 5 فولت كما كتشوفوا. ها هو واحد السارجور من فئه 5 فولت كما كتشوفوا، شارجور تيكون شارجور ديال اما هاتف او شارجور ديال شي اله، المهم يكون فيه 5 فولت. ها هو الشارجور ضايع عليه الفيش ديالو كما كتشوفوا. اذا غادي نحاول نقطعوه هنايا، نقطعو ديك البلاصه اللي ضايع عليها فيها الخيط، نحاول اننا نشوفوا بعدا هاد السارجور واش خدام قبل ما نركبو هذيك البلاكه ديالو، نديروها بلاصه هذيك البلاكه المحترقه. اذا غادي نحاولوا نحلوا هذا الشارجور كما كتشوفوا هكا، نحلوا له هاد الخويطات هنايا، ونسيو هو الاول قبل ما نبادروا اننا نركبوه، باش ما نتفاجئوش انه لا يشتغل. اذا كما كتشوفوا انا حليت له هذوك الخويطات. اذا حنا دابا غادي نضطروا نعرفوا بعدا هنا البليس من لوما. اذا غادي نحتاجوا اننا نعبروه في لاباراي كما كتشوفوا. اذا غادي نديروه كما كتعرفوا، نديروه في الضو باش نشوفوا واش غادي يعطينا ولا لا. اذا اولا غادي نحاولوا اننا نعبروه، تشوفوا واش خدام ولا لا. اذا كما كتشوفوا انا صوبت لاباراي، غادي نديروه دابا في الضو، وغادي نعبروا نشوفوا بعدا واش كيخرج شي حاجه ولا لا. اذا غادي نحتاجوا نعبروه باش نعزلوا من البليس من الماء. اذا كما كتشوفوا ها هو، هانتوما كما كتشوفوا ها هو راه خرج الطاقه ديالو تقريبا، كتشوفوا ها هو خارج تيخرج، خدنا مزيان. اذا هذا غادي نضطروا الان اننا غادي نسيوه بعدا على برا، ونشوفوا كيفاش انه غادي يخدم هاد السارجور. اذا غادي نسديو ليه هاد الخويطات كما كتشوفوا، نسديوه البليس مع البليس، والموا مع الموا هنايا كما كتشوفوا، اول بليس هنا والموا هنايا. اذا غادي نسديو هاد الخويطات هذا هنايا، نجربوا بعدا هاد الراديو كيفاش كيخدم بعدا هاد السارجور، واش خدام ليه مزيان ولا لا، رغم ان القيمه ديالو هي مزيانه. اذا غادي نضطر نسيديو هاد الخويطات كما كتشوفوا. ثم من بعد ما ركبنا هذوك الخويطات، غادي نسيو نديرو الشارجور، نسيو نشوفو واش مزيان هاد الشارجور باش نركبوه حنا. ها نتوما كما كتشوفو، ها هو خدام الشارجور مزيان، خدام مع هاد الراديو، موال معاه كما كتشوفو. ها هو، اذا
هاد الساجور راه خدام مزيان ناضي كيما كتشوفو. اذا غادي نضطروا اننا هاد الساجور هذا غادي نحلوه وغادي نهزو غير ديك البليكه ديالو باش نديروها بلاصه هاد البلاكه المحترقه باش نركبوه مع هاد الخيط باش يبدا يركب مع الضوء بالبريز ديالو على برا كما كتشوفوا. اذا غادي نضطروا اننا نحلو هاد الساجور كما كتشوفوا. غادي نحلوه هانتوما كما كتشوفوا غادي نحلوه دابايا لان حنا ما محتاجينش هاد البواتي ديالو وهادشي باش نركبو على برا. حنا محتاجين هذيك البلاكه اللي فيه الداخل كما كتشوفوا. غادي نحلو هانتوما كما شفتوا هو تحل دابا كما كتشوفوا. اذا غادي نضطروا اننا نحيدو من هنايا هاد البواتي ديالو كما كتشوفوا حيت ما محتاجينش بيه. حنا محتاجين كما قلت لكم بهذيك البليكه اللي في وسط منه نديروها بلاصه هاد البلاكه هادي باش يبقى يخدم لينا بالبريز على برا. اذا غادي نضطروا اننا نسوديو ليه خويطات ديال الضو هنا في هاد البلاصه هادي كما تشوفوا. غادي نحيدو هاد الخيوط اللي محترقين كما كتشوفوا هما محترقين هنايا. غادي نحيدهم نحاولوا نحيدهم بالكوايه كما كتشوفوا. الخيوطات ديال الدخله هنا محترقين احنا حيدناهم. اذا غادي نحيدو هاد الخويطات هنا كما كتشوفوا ديال الدخله الضو في هاد البريز هذا. غادي نحيدوهم من هنايا كما كتشوفوا ها هو هانتوما. احنا غادي نحيدوهم كما كتشوفوا وغادي نديروهم في الدخله ديال الضو باش اننا نستعملو على برا بلا ما يبقى هاد الساجور راكب لينا هنايا لان احنا محتاجين غير بهاد البليكه كما كتشوفوا. ها هي غادي نديرها هنا بلاصه الدخله الضو نسوديوها هنايا هاد البليصه هنا ديال الدخله ديال الضو هانتوما كما كتشوفوا. غادي نحاولو اننا نسديوهم مزيان في هاديك البليصه كما كانوا دوك الخيوط الاولين. اذا تابع معايا كما كتشوفوا. غادي نحاول ان نركب هاد البليكه كما كتشوفوا في بلاصه الضو. نعاود نرجع لكم. اذا كما شفتوا دابا اننا سدينا دوك الخيوطات ديال دخل الضو هانتوما كما كتشوفوا. هاد البليكه ها هي غادي تولي بلاصه هادي. اذا غادي نجيبو دابا فريز ونركبو باش نسيو ونشوفو واش دايز التيار ولا ما دايزش. هانتوما كما كتشوفوا هاد الفريز اننا باش نسيوها يبقى تخدم هذا الراديو على اللي يخدم لي البريز على برا كما كتشوفوا. هانتوما من بعد ما ركبنا ليه البريز اذا غادي نحاولوا اننا نسيو نشوفو واش خدمات هذيك البليكه ولا لا. اذا حنا غادي نركبو ليه البريز لهذا الراديو. اذا غادي نشوفو الخدمه ديالو. هانتوما كما كتشوفوا غادي نركبوا الخيط نحاولوا نشعلوا الراديو نشوفوا واش خدم. هانتوما كما كتشوفوا ها هو خدام. اذا هذيك البريكه ديال هذاك الشارجور جات معاه مزيانه خدامه. اذا غادي نضطروا اننا غادي نركبوا ليه هاد البليكه هنا لداخل كما كتشوفوا. اذا غادي نحاولوا اننا ننقيوا ليها هاد البليصه ونصوبوها نديروا لها سكوتش. اذا غادي نحاولوا اولا من هذاك الخيط كما كتشوفوا هنا راه الخيط طويل شويه كما كتشوفوا هذا الخيط. غادي نحاولوا اننا نقصروه ونلوع عليها السكوتش كما كتشوفوا باش ما تبقاش تدوز الماس ونجمعه. اذا تابعوا معايا غادي نحاول انني نقص هذا الخيط ونعاود نرجع ليه. وكما شفتم بعد ما قصرنا هذوك الخيوط اذا اننا الان غادي نحاولوا اننا ندوروا عليها السكوتش باش ما تبقاش تدوز الماس باش يبقى مزيان تكون معزوله ايزولي. اذا غادي نحاولوا ندوروا عليها سكوتش كما كتشوفوا هانتوما. ندوروا عليها سكوتش باش ما تبقاش باينه ونرميوها فهاد نديروها لداخل في وسط هذا الراديو ما غاديش تبقى باينه. غادي ندور عليها سكوتش كما كتشوفوا هانتوما سكوتش. نحاولوا اننا ندوروا عليها مزيان باش ما يدوز ليها لا مص لا والو. هانتوما كما كتشوفوا غطينا كاع دوك البلايص اللي تيبانو فيهم ديال الضو داكشي كما كتشوفوا. ثم راه دوزنا كاع السكوتش في جميع الاتجاهات. نحاولوا اننا ما يبقاش يبان هذوك بلاصه الضو داكشي كما كتشوفوا. هانتوما راه دورنا هنايا تحاولوا كما كتشوفوا هانتوما باش نحاولوا اننا هذه
انا غادي نديروها لداخل كما كتشوفوا. اذا حنا دابا غادي نضطر اننا نحيدوها. هانتوما ساهلين هذا، غادي نحاولوا نقطعوا هاد السكوتش دابا كما كتشوفوا. اذا ها هي دابا كما كتشوفوا دخلت راكبه مزيانه كما كتشوفوا. اذا غادي نحاولوا اننا نجمعوا هذا الراديو ونجمعوه هنايا في هاد البلاصه، يرجع كما كان في الاول ديالو. هانتوما غادي نركبوه دابا ونديروا ليه الفيسات ديالو وكل شيء ديالو. اذا تابعوا معايا، غادي نحاول نجمعو ونعاود نرجع لكم. هانتوما كما شفتو من بعد ما جمعتو، هانتوما غادي نديرو في الضو باش نسيو ونشوفو النتيجة. هانتوما كما كتشوفو ها هو الراديو خدام ناضي. اذا شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.